زياد؟ سوري جايبة لموعد بس انت ما عم تردي على تليفونك. فوت؟ لا لوين بدي فوت؟ مشاكلك ظاهرة. بس على كل حال انا ما خصني اسألك وين ظاهرة. بس جاي اقول لك انه انا اشتقت لك كثير وبدي اطمن عليك. صاري انا عم بتصرف مثل الولد الصغار، ما بعرف شو صاير لي. مثل ولد مغروم لاول مرة. سوري انا ما رح ازعجك، بس بليز ردي على تليفونك. بليز. زياد ما تخاف علي. انا ما رح اذي حالي وما رح اذي حدا. ولا رح انغرم بحدا غيرك. غيري؟ يعني انت بتحبيني لإلي؟ انت بتعرف انه انا بحبك وقلت لك وانا ما بكذب. طب ما زال ما بتكذبي. مع مين ظهرت صار الليله؟